لا يا محطتنا الأولى لليوم مميزة كتير، وهي تحمل ذاكرة وطن، أحداث، شخصيات، أماكن كانت محور ذاكرة عبرت لكن أثر بقي بالوجدان، فكانت محط اهتمام ضيفنا ضمن فقرتنا الصباحية لليوم. تماما نرمين. الباحث يلي موجود معنا وضيفنا اليوم استطاع أن يمتلك مكتبة بتحوي أكثر من 4150 كتاب، وأيضا أكثر من 74,000 وثيقة وصورة، وأيضا استطاع أن ينجز 236 معرض توثيقي. رح نرجع بالذاكرة ورح نقلب الصفحات اللي لونها أصفر صارت، يلي حاملة ذاكرة وطن مع الأستاذ والصحفي والباحث والموثق رياض نعيم. صباح الخير أستاذ، السلام. أهلا وسهلا فيك، الخير. سعد صباحك، الحمد صباح لله على الخير. السلامة. الله يسلمك. صباح الخير أستاذ أهلا رياض، وسهلا، وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يعني كمان. خلينا نبدأ من العنوان العريض، التوثيق. مثل ما قالت ليا، أرقام كتير كبيرة، هي عم تحمل ذاكرة وطن، ذاكرة إنسان، الإنسان السوري. خلينا نحكي عن بدايات التوثيق، كيف بلشت؟ بداية أنا بقدم التقدير والاحترام لفريق الإخباري، وقد استضافني 4 مرات، هاي المرة الرابعة. مسألة ثانية، أنا حاليا في مكان له قضيتين، قضية وثائقية وقضية تاريخية، المتحف الوطني. فنحن في أرض هي وثيقة بحد ذاتها، صحيح، من خلال ما يحتوي هذا المتحف من قيم أثرية توثق تاريخ سوريا، سوريا النور، سوريا العظمي، سوريا الإبداع، سوريا منبت العروبة، منبت الفن. فأنا في كل لقاءاتي في جمل كبير من أنحاء أصدقائي في العالم يؤكدون على موقع سوريا، فنحن في المتحف الوطني. بداية أنا مثل ما تفضلت، يعني لي اهتمامات كبيرة في التوثيق، وأقمت معارض تجاوزت 236 معرض وثائقي، وحصلت على مجموعة كبيرة من الدروع وبطاقات الشرف وبطاقات الثناء، وهذا يأتي لجهد بدأت عملي في التوثيق. الفضل الأول للسيد الوالد، عندما كنت طفلا أعبث بصحف وصور، فالسيد الوالد له فضل بيتي علي، ومن ثم أسرتي التي تتعلق بزوجتي وأولادي الذين يتحملون معي عبئا كبيرا فيما يتعلق في الحفاظ على الوثيقة. الحديث عن الوثيقة أمر ما نعاد، وفي بخلاصة القضية، الوثيقة هي وطن. تماما. فوطن بلا وثيقة وطن بلا قراءة مستقبلية. صحيح. الوثيقة يعتمد عليها المكاتب الدراسية في إعداد خطط وإعداد بيانات سياسية ودراسات اقتصادية. نحن للأسف نهمل الوثيقة، نهمل الوثيقة إهمالا كبيرا. أنا من خلال علاقاتي في عدد من الدوائر والمنظمات لا أجد ما يوثق تلك الدائرة ولا ما يوثق. على سبيل المثال، لا يعلم من هو مدير المالية في دمشق الأول، فمن كيفك توصل الأخير؟ للأسف ما عندنا توثيق. فأنا رحلتي مع الوثيقة رحلة كبيرة لي في الوثيقة، فيما يتعلق بالوثيقة الصحفية والوثيقة المقروءة والمرئية والمسموعة. في الوثيقة المرئية لي قضيتين، فيما يتعلق بالصحافي وفيما يتعلق في الوثيقة المكتوبة، وأتحمل عبئا كبيرا في الحفاظ على هذه الوثائق، وأعتبر أن كل ما أمتلك ليس ملكي الخاص، هو ملك وطن. فأنا حريص على هذه الوثائق التي أعتز وأفتخر فيها من خلال عرضها في معارض عديدة. على سبيل المثال، هذه وثيقة صحيفة تعود لعام 1923، معرض المعرض صحيفة تعود لعام 1923. الحديث عن هذه الصحيفة له حديث وطني، فكان في قبالة صحيفة أخرى هي الاستقلال، هاي كانت تصدرها جهات والاستقلال تصدرها جهات أخرى. نعم. فينا بس نديرها للكاميرا لو سمحت، هيك لهديك الكاميرا. نعم. لهون لهون. نعم. خلاص خلينا هون معناتها أستاذ. هاي وثيقة أخرى، جريدة اسمها الشام. نعم. وأفتخر بالشام. أكيد. عام 1952 الشام، تتحدث أي صحيفي بنقدر إحنا نستعرض أخباره تلتصق بالمواطن. كان المواطن حريص أن يأتي بالصحيفة ويقرأه مرته وأولاده ويحتفظ بها. صحيفي أخرى اسم الكفاح، 1923، يمكن للأسف أنا جايب عناوين. تمام. عناوين صحف،
250 ألف صحيفة لا أستطيع أن أتحدث. حضرتك عندك من عام 1905 1905 موجود عندك بتتالي. وطبعا برد الذي خلدها الشاعر أحمد شوقي وخلدتها فيروز. صحيح. فنحن أبناء بردة. بردة الياسمين ودمشق الياسمين ودمشق الفيحاء ودمشق بردة. فهي عنوان جريدي اسمها بردة. أستاذ رياض، للأسف يمكن إذا بدنا نحكي عن موضوع الصحف بالذات بكلية الإعلام، للأسف طلاب الإعلام ما بيعرفوا أسماء هاي الصحف اللي كانت موجودة طبعا غير موثقة حتى. أنا عندي يمكن بأهم الكليات اللي عم تعمل هذا الشأن 68 عنوانا لصحف صدرت في سوريا 68 إحداها الصفاء. فشوف يعني افتح جريدة الصفاء تقرأ فيها حالة السوق وحالة البيوت وحالة المنازل. يعني أي قارئ لأي خبر في هذه الصحيفة يستحسن أن يعيد هذا الخبر ويحتفظ بجريدة. طبعا ما فيها كلمات متقاطعة، ما فيها أبراج، هاي الأمر معروف لأنه أغلب صحفنا تعتمد على الأبراج والكلمات المتقاطعة. وهذا الأمر صحيفة البيرق 1948 هي أجداد. هلا احنا عم نشوف بالأجداد صح؟ نعم. دمشق ومن حتى يعني من خلال العنوان نعلم أن القضية الوطنية في سوريا ما زالت تعاني منذ 100 عام. صحيح. حتى تأخذ المنشيت معروف. فها جريدة جريدة دمشق وجريدة الشام جريدة الحضارة 1946 فهذا الأمر ما نعادي. صحيح. جريدة البناء كلنا كنا نسمع بجريدة اسمها ألف باء، ألف باء الصحافي. فبتفتح هاي الصحيفة تري فيها تحديد أسعار المحروقات السائلة. أصدر وعالي وزير الاقتصاد يمكن الكاز ب 400 قرش والبنزين ب 645 قرش. هاي التحديد كل قضايا تعود إلى الواقع المعاشي والخدمي. الأمكنة الأثرية في سوريا مهددة بالخراب، كتاب مستعجل من مديرية الآثار لوزارة المعارف. تمام. يعني شيء ملتصق بحياتك اليومية. أستاذ رياض، خلينا نحكي عن هاي الوثائق اللي موجودة بين إيدينا اليوم. كل وثيقة حضرتك بتختارها للأرشيف إذا بدنا نقول بتكون تحتوي على خبر ولا لا، هو يمكن بدنا نقول صنف من كل نوع فينا نقول لا بتكون في أحداث معينة بتحاول إنه أنت تأرشفها. لا أنا ما بأرشف أحداث معينة. مثل على سبيل المثال أنا كلفت بإعداد أكثر من متحف، أحد المتاحف وأحد الأمور اللي أخذت من عندي لوزارة الداخلية. فأخذ من عندي قبل يعني بحدود شهر 164 خبر عن الدرك، وزارة الداخلية عن الدرك والشرطة عام 1920. يعني تأتيني العديد من دارسي الدكتوراه ويستعينوا بما يعود إلي. أنا بكره كلمة بما أمتلك، ليس ملكي. أنا وصي على هذه القضية أن أحافظ على هذا التاريخ وأقدم لمن يأتي دارسا أو باحثا أو أي مستشرق يأتي إلى. يعني على سبيل المثال هاي جريدة اسمها العلم، مؤتمر الأقطاب الإفريقي افتتح جلساته اليوم. تأخذ أي خبر، يعني هون في خبر عن بطولة رياضية في مستوى سوريا هي الصيام، اعتبروا الصيام عن الأكل بطولة رياضية عام 46. بال46 فازت دمشق بالصيام في هاي جريدة أخرى اسمها الجماهير، جيشنا سيحمي القومية العربية 1959. فهاي من 59 وال60 هذا الكلام. فهاي صحيفي وأنا أفتخر بهاي الصحيفي لجلس جريدة الجبل. جريدة الجبل من الجرائد المحلية القديمة في سوريا من عام 1942 وتوقفت بال 56 عادت رجعت بال 83 وتوقفت بال 86. هي الصحيفة تتحدث عن أمير البيان شكيب أرسلان عام 47. هي الصحيفة فيها أفضل ما قيل في أمير البيان شكيب أرسلان. وشكيب أرسلان أحد أعمدة الفكر في سوريا ولبنان وكان في التجمع الأدبي والمجمع اللغوي. هاي جريدة تصور انه بعد غياب طبعا اني لا اتحدث عن شخصية معينة. انا اوثق لسوريا. نعم. وكنت في متحف الشيخ صالح العلي وقدمت 52 صحيفة هدية عن تاريخ الشيخ صالح العلي وثورته. طبعا
الوثيقة الأقيم التي قدمتها تقول إلى الشيخ صالح العلي قائد الثورة في جبال الساحل: إن الغربي نهم يفغر فاه ليلتهم الشرق أجمع، فمد يدك أبايعك على أني في الشرق الأدنى كما أنت في الشرق الأقصى لكبح جماح الغربي النهم التوقيع غاندي. إذا غاندي يخاطب سوريا بشخصية الشيخ صالح العلي، بشخصية سلطان الأطرش. هاي أحد الصحف التي توثق عودة سلطان الأطرش من المنفى، نفي إلى السعودية 1927 وعاد بال 37. هاي توثق كيف خرجت دمشق بشيبها وشبانها بنسائها وأطفالها، وفرشنا السجاد تحت أقدام القائد العام للثورة السورية الكبرى سلطان الباشا الأطرش من القدم إلى المرجي، وهم ينشدون: وسعوا المرجي ترى المرجي لنا، وسعوا المرجي تتلعب خيلنا. طبعا هاي الانشودي في الثورة العربية الكبرى قال الشاعر المرحوم الشهيد معدل المغوش. هاي استاذ رياض، يعني نحن هلا عم نشوف تاريخ يعني لسنوات طويله وفي احداث كثيره، اليوم حضرتك كيف عم تتم توثيقها؟ يعني في كتب او خاصه فيك عم توثقها بطريقه معينه بعيدا عن الورقيات، لانه الورق يمكن بيتلف بعد فتره ما بيبقى بحافظ على حاله؟ طبعا انا صحفي بقول لك زميلتي، احنا كلنا صحفيين، وانا لي الشرف. انا ما اعاني، يعاني الكثير، ولست وحدي موثقا في سوريا، هناك رجال ونساء في سوريا موثقين بدرجه اكبر مني، لكن انا اخذت هذا الحيز. نحن نعاني من عدم اهتمام حكومي فينا، من عدم اعطائنا النسغ المادي او المعنوي. شو المطلوب استاذ هلا؟ المطلوب انا ما بقدر والله، عندي انا ممكن انت تأرشفي او تصوري على سكينر 100 صحيفي، اما انا عندي الاف الصحف، ما حدا معني نهائيا. يعني على سبيل المثال بتجي مذيعه، عفوا مطربي او راقصه، تاخذ الحل والحلال بالدولار. صحفي ما عنده امكانيه، ما حدا بيعطيه شيء، ما حدا. بدي انا جهه معنيه تقول هات هالعمل لهون، نحن منطلعه بكتب. انا مهما طالعت كتب طيلة شيء على قدي، اما هذا عمل دولي وليس عمل فردي، بل نائله الدعم. وثيقة صغيرة قد تبدل خطة وزارة، صحيح، أو خطة سياسية معينة. تمام. الوثيقة مرمان وعادي. يعني أنا بدي فرجيك على هاي الصحيفة، هاي 1925 اسمها العمران. نعم. هاي توثق الثورة السورية في سوريا، توثق ثورة إبراهيم هنانو، ثورة صالح العلي. نعم. الشهيد يوسف العظمي، محمد الأشمر، أحمد مريود، كل أنا موثقهم كلهم. فلاحظ يعني حتى أنا بستخدم الكرتوني، ها خلينا لأربع معارض. هذا كان معرض، يمكن بتلاقي جواهم في معرض آخر. ها هو مكتوبهم معرض آخر، إعادة تدوير، عبدور على كرتوني. أنا ما بقدر أجيب كرتوني لحطي، ما بقدر يعني، ما بقدر لحق. أنا عندي 236 معرض وثائقي أمر ما نوعد. فتصوري هاي الصحيفة الرأي العام، هاي بتشوف في كيف تآمروا فرنسا على دمشق وقصف دمشق. هاي من أحد الرسائل التي أفتخر وأعتز بها. طبعا الشيخ صالح العلي عندما أتته رسالة غاندي أرسل صورة منها مع أحد المجاهدين لسلطان الأطرش، فقرأ الرسالة، أعد له سلطان باشا الأطرش رسالة سعد زغلول لسلطان الأطرش. فهي ثلاث رسائل لسلطان باشا الأطرش. هل تعلمين أن مي زيادي عام 1925 أرسلت رسالة لقائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش وناشدته بأن المرأة السورية هي مرأة متجذرة في القيم، متجذرة في الأصالة، متجذرة في الجهاد، متجذرة في الجمال، لأن سوريا منبع كل هذه القضايا جماليا وفنيا. فهي رسالة سعد زغلول رئيس وزراء مصر، وهي رسالة مي زيادي بخط، وأنا كان يعني منقحهم في الترجمة. هاي أحد الشهادة اللي كانوا يعطوها للابتدائي السرتفيكا. أوه. هاي اللي كانت السرتفيكا عام 1925 باللغة الفرنسية، وهاي مترجمي. هاي كانوا يدرس عليها، هاي أحد القضايا.
فينا ناخذ اكثر الشهاده السيرتيفيكا. استاذ رياض يعني نحن عم نحكي تقريبا عن اكثر من 250 الف صحيفه، يعني هدول بالصحف لحالها يعني استعراضهم بيحتاج اشهر كثير كبيره. الحديث يطول عن هذا الموضوع، خلينا نحكي عن اهميه هذا التوثيق، يعني خصوصا بالوضع الراهن اللي عم نعيشه والحرب اللي كانت على سوريا. يمكن اول ما دمر او حاول يتم إخفائه هي الوثائق الآثار. طبعاً اليوم برأيك الدور أو حضرتك الموضوع اللي عم بتقوم فيه هو التوثيق، قديش مهم بوقتنا الحالي؟ طبعاً التآمر على سوريا بده ساعات من الحديث، والتآمر ليس على أرض، على قيم. تمام. من القيم الوثائقية ومن المكان اللي سرقت آثار ماري وتدمر ودمرت. صحيح. هاي كلها كل ما يوثق سوريا تحاول الجهات المعادية تدمير وسرقه أو تدميره. نحن عم نحاول بقصارى جهدنا أن نحافظ على هذه الوثيقة لنستمد منها نسغ الوطن ونعطي أكثر. على سبيل المثال بالصور، أنا عم بتجاوز قضايا كثيرة، هذه أول طلبة تخرجوا عن 1925 بجبل العرب مدرسين 1941. هاي بدورنا نحن. طبعا. فأنا أبوازن هاي بس 45 الكتاتيب، فأنا عندي 74 ألف صورة، أمر ما نعادي. طبعا ليس على مساحة السويداء، السويداء نقطة من هذا القطر. نحكي عن مستوى سوريا، أبس أحكي عن مستوى سوريا لأن أنا لست عربيا، أنا سوري قبل أن أكون عربي. طبعا أنا عندما كرمني الملك حسين بالتسعينيات فقال لي أهلا وسهلا أنت درزي، قلت له عذرا يا مولاي، هاي بقصر بسمان، أنا لست بدرزي، أنا بعثي المولد، عربي الانتماء من مدرسة حافظ الأسد. نحن ننتمي لوطن، أربع نقاط ليسوا بيدك، الاسم والكني والشكل والدين، أما بقراري أنا بعثي عربي سوري. لكن للأسف أنا قيمت المهرجان اللي فزت فيه بطرطوس، مهرجان الشيخ صالح العلي، وكلفتني قيادة الفرع أن أقيم المهرجان ساعة وخمس دقائق، فرفضت كلمة الجمهورية العربية السورية، قلت له الجمهورية السورية للنذالي التي حصلت من بعض أشقائنا العرب وتاجروا فينا. فهاي هاي الطالب 42 كيف كان يروح على المدرسة. طيب. هاي صورة لقلعة راشية أثناء البن الفرنسي. طبعا أنا بحكي لي على كل الثورات، عن كل الثورات بحكي. وهاي على سبيل المثال تقويم أنا عملته مثل ما بتفضلي أنت، هاي التقويم من المجاهدين. طبعا طلع لي تقويم عن الثورة السورية الكبرى في كل سوريا، هذا التقويم يعني حمل أسماء المجاهدين وبعض القضايا. أما هاي الصورة اللي أنا بفتخر بعتز فيها، هاي على أبواب دمشق 18 أيلول 1918. طيب معلش، هذه بيجي ابني بتعوجها هيك بكب، هاي 1918 مكتوبون. طيب هاي ما بيصير يعني إن تكون بهذا الشكل. تماما. يعني هاي وثيقة لو كانت في يعني وزارة إلها، هاي بتكون على يمكن مديريات التوثيق اليوم مثل ما نحن موجودين بالمتحف الوطني. مفاصل مواجهة الثوار. طبعا أنا لن أتحدث، ما بتحدث فقط عن الثورة العربية الكبرى والثورة السورية الكبرى. أينما اتجهنا في سوريا فهي وثيقة. صحيح. أنا بعطيك وثائق عن التربية، عن التعليم، بعطيك وثائق عن المتاحف السورية. حضرتك حاليا أنا عم بعمل يعني كلفني السيد وزير السياحة، أخذت موافقته على بانوراما عن الجنوب. نحن أبناء الجنوب، نفتخر بأن أبناء الجنوب وعاصفة الجنوب. عندما أهلنا في محافظة السويداء واجهوا الغطرس الداعشي في معركة الثعلي والمعركة الأخيرة اللي تمت في المنطقة الشرقية من السويداء، واجهوا داعشيين لأنه انتمائنا الوطني ولسنا ننتمي لمحافظة. تماما. نحن وجدنا بمحافظة مثل ما وجدوا أهلنا بإدلب، أهلنا بحلب، باللاذقية، بطرطوس. نحن في سوريا الكبرى التي لبنان الكبير التي تأخذ سوريا ولبنان. نعم. لا أنا فيما أتعلق ما بدي يعني وسع الحديث كثير للوقت، أما أنا ما أملك من وثائق هي وثائق وطنية وتربوية واقتصادية وفكرية،
أكيد. على المستوى الفكري نحن بنتمنى يعني صوتك يوصل للجهات المعنية ويتم توثيقه بالشكل المناسب والملائم لهالذكريات الموجودة بين إيديك ويمكن لفكرك يلي بعده حاضر ذكريات عمرها سنين طويلة. نتشكرك كتير ونحن أكيد فخورين بباحث وصحفي ومؤرخ مثل حضرتك. أنا بس بدي أقول يعني مسألة أخيرة. تفضل. أنا أعتز في الإعلام السوري، والإعلام السوري قبل يعني الحملة على سوريا قبل 10 سنوات كان شيء وحاليا شيء. الإعلام السوري حقق بأنه فعلا انتصر إعلاميا وكان يحمل قلما كما غير القوات المقاتلة تحمل بندقية. الإعلام السوري إعلام أخذ نقل نوعي خلال السنوات العشر الماضية. فأنا هذا ليس ملكي، هذا ملك وطن، لكن أنا إسا راجع على السويدة، ممكن يصير معي حادث. هاي وين بدي يروح؟ هاي الشيء يعني تدخلي على مكتبي بالسويدة، كل أصدقائي بتعرف وحتى وزراء بيعرفوا مكتبي، ما يمكن تجلسي قبل ما تشوفي آلاف الوثائق. صحيح. في وثائق ورقية صغيرة يعني. بيت حضرتك هو لحاله صار متحف. لا أنا ما أخذ مش بيت، ما بتخليني مرتي حطهم بالبيت. بمكان مخصص. أنا مستأجر مكتب يعني. على نفقتي الخاصة أنا أحتضن هذه الوثائق. شكرا لكم وأتمنى لو وقت أطول حتى أعطي بيانات وثائقية أكبر، لكن الوثيقة الوحيدة أننا انتصرنا في سوريا، انتصرنا شعبا وجيشا وقائدا، وشكرا لكم. أكيد أستاذ رياض، يمكن في كثير عم يتابعونا هلا، يمكن ليست الجهات الرسمية ولكن في مبادرات لأفراد أشخاص يعني أشخاص مهتمين بموضوع التوثيق، ممكن أكيد يكون في تعاون مع حضرتك يتم التواصل. بدنا نتشكرك كثير الصحفي والباحث والموثق رياض نعيم، شكرا كثير لك.